مع بعض نشوف شوربة الجبنة، وهي مقاديرها 4 كوبايات من الملق ومعلقتين دقيق و3 معالق زبدة، وكمان 150 جرام من الجبنة المبشور رومي، و150 جرام من الجبنة الفتة، و150 جرام من الجبنة الجودة المبشور، و150 جرام جبنة شيدر مبشور، وشرائح توست وفصين توم عشان نطعم التوست. هقول تاني المقادير علشان خاطر تكتبوها. الشوربة دي حلوة قوي، قوامها جميل، بس برضو زي ما بقول نخفف الحاجات اللي فيها دسم شوية. عندي 4 كوبايات من المرق، 4 كوبايات من المرق، معلقتين دقيق و3 معالق زبدة، 150 جرام من الجبنة الرومي المبشور، و150 جرام من الجبنة الجودة المبشور، و150 جرام من الجبنة الشيدر المبشور، و150 جرام من الجبنة الفتة اللي هي الجبنة البيضة، وشرايح توست، وفصين توم سلام، فصين توم سلام. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هناخد الدقيق، عايزين بس نهدي النار شوية، يعني حطيت شوية زيت عشان يمتصوا الحرارة بتاعت النار الموجودة وما تحرقش معايا الزبدة، وبعد كده هنحط معلقتين من الزبدة عليهم. معلومة بسيطة اللي أنا عملتها دي بس جربوها، يعني أنا بحب دايما أما بعمل حاجة أنتوا كمان تستفادوا بيها. انا عندي الطاسه كانت سخنه او الكازرونه كانت سخنه جدا، لو انا حطيت فيها الزبده مباشره هتتحرق وهتخلي لون الدقيق اسمر، فانا قمت طلعها بره وحاطط عليها شويه زيت وحاطط الزبده فيها، شايفين ما اتحرقتش معايا اهي. هنحط الدقيق ونقلب مع بعضه ونرجعه بقى على النار، ما تخافوش اهو. وبعدين هنضيف عليه اول ما يبدا كده يعني يسخن ويسيح مع بعضه، هننزل عليه بالمرق، لتر من المرق. وما بقول شوربة يعني شوربة، يعني حاجة سايلة، مش حاجة تكون تقيلة، مش زي البشاميل، مش زي البشاميل. شايفين أنا بحط شوية بشوية لغاية كل ما تتجانس أكتر، كل ما بنحط عليها من المرق. شايفين بدأت تتقل أهي، خلاص هنزود شوية من المرق لغاية ما اخد الكثافة اللي انا محتاجها. يعني ايه؟ يعني في ناس بتحب الشوربة شوية تقيلة، وفي ناس بتحبها خايفة خفيفة، قصدي ايه خايفة دي؟ خفيفة. فاحنا نزود لغاية ما ناخد القوام اللي احنا محتاجينه، نزود في الشوربة لغاية ما ناخد القوام اللي احنا محتاجينه. وما تنسوش ان انا عندي جبن هتديها قوام تاني، يعني موجود. انا كده اهو احط بقية كمية المرق ونقلب. شايفين بقى الشوربة بقت عندي ازاي؟ شوربه قوامها عادي جدا. ناخد بقى هنا الجبن دي الشيدر وندوب، وبعدين كل الجبن اهو، الجوده والرومي، واخيرا الجبنه الفته. يا استاذه ايمان، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي، انا سامع حضرتك، اتفضلي. الو. على الكيكه العاديه وانت ما جاوبتنيش. سالتك على الكيكه العاديه وانت ما جاوبتنيش. هجاوبك عليها حالا، حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ في حاجه تانية ليكي؟ سؤال تاني يا فندم؟ بشكرك على اتصالك وهجاوبك ان شاء الله النهارده على الكيكه العاديه. وانا دايما بقول لكم لما بيكون معايا طبيب او بيكون معايا ضيف، فبدي الفرصه للضيف عشان يديكم اكتر وقت من الافاده. يعني ايه؟ يعني انتوا تستفادوا من كلامه، لان هو بيجي مره مثلا كل اسبوع، فلازم يقدر يتكلم وياخد فرصته عشان خاطر هو بيتكلم كلام طبي وانتوا محتاجينه. عشان كده ما برضاش اجاوب على اسئله يوم الطب الا لو كانت فيما يتلخص في نفس الحلقه. هنفضل نقلب لغايه ما يدوب كله مع بعضه. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ اهو لو الكاميرا هتجيب لنا من الجنب اهو، شايفين الجبنه ساحت اهي اهي. الله ينور يا اسامه، اهو شايفين، هو ده كل الجبن مع بعض ساحت وادتنا القوام ده. انا بفضل اقلب فيها لغايه ما الجبنه كمان الفته او الجبنه البيضة تدوب خالص اهو، شايفين. هنفضل نقلب كده لغايه ما تغلي معانا ويبدا الجبنه البيضة دي تسيح خالص. لو انتم مستعجلين عليها ممكن تضربوها بالهاند بلندر، مفيش مشكله،
لكن انا عايزها تبقى انت هقول لك حاجه بقى، معلومه قالها اسامه، بيقول لي طب ما نحط لبن عادي مكان الجبنه. الجبنه دي فيها حاجات كتير جدا، يعني شويه الجبنه اللي محطوطين دول ما يعادل حوالي من 4 ل 5 6 لتر لبن تركيزهم. مش زي ما انت متخيل يعني، ونكهات مختلفة، كل واحدة لها طعم. فهنحس ان في 4 5 نكهات مختلفة، الشوربة لها طعم والجبن كل واحدة لها طعم مختلف. شايفين كله داب اهو معانا، كله داب معانا اهو. في عندي هنا، هستنى بقى عليها بس لما تغلي، وانا برضو ما سبتهاش مع التقليب، ونشوف التوست. التوست عندي هنا اهو، انا محمصه من الجهتين، توست قطعته مثلثات كده وحمصته من الجهتين. وعندي هنا زبدة وعندي توم، عندي زبدة وعندي توم، شايفين اهو. هناخد بقى فص التوم ده سليم، نمشيه عليه كده ياخد ريحة التوم، ريحة التوم من الناحيتين. لو انتوا عايزين تخففوا خليه من ناحية واحدة اهو، اسمه جارليك بريد اهو. صح يا اسامة. اسامة بيقول لي لو احنا عايزين نخفف التوم فقلت نحمله ناحية واحدة، قلت له خلاص. بعد ما خدنا كده التوم من الناحيتين هنعمل ايه؟ هنجيب قطعة زبدة ونمشيها عليها اهو. وبعدين لو انتوا عايزين تخلوا التوست ده يدفى شويه مفيش مشكله، عايزين تقدموه على طول مع الشوربه برده مفيش مشكله. النهارده هنغرفه في حاجه كبيره، وهنغرف برده طبق صغير كده للي عايز ياكل باي طريقه. هناخد دي القارب ده نغرف فيه، وادي الشوربه بتاعتي بقوامها بعد ما غليت معايا. هنحركها بالراحه، نرفع ونجيب هنا الطبق ده الاول ناخد فيه. لو انا هقدم لفرد واحد فانا هغرف له في الطبق ده، لو الاسره قاعده على السفره كلها ممكن نغرف في دوت وناخد في الاطباق بتاعتنا. يبقى احنا هناخد في الطبق الاولاني الصغير على قد فرد بالظبط. لما نيجي بقى نقول ان الكبشتين اللي انا حطيتهم دول او كبشتين ونص اللي انا حطيتهم على قد فرد، يبقى انا برضو خففت في كميه الدهون الموجوده عندي في الجبن نفسها. هنحس ان احنا، وبعدين الباقي ده كله هناخده كده وننزله مره واحده اهو جوه البوله بتاعتي الكبيره دي. يبقى انا عملت طريقتين للغرف، واحده عائلي وواحده ثانيه على قد فرد واحد. وناخد معلش ولا حاجه يا اسامه، هشرح لكم اللي بيحصل دلوقتي اهو. توست هنا، وناخد برضو قطعتين وبالهنا والشفا. ده طبعا شوربه حلوه قوي، وفي الجو برضو لسه الجو عندنا برد، ما مش سخن قوي، ممكن نتناولها النهارده وبعدين نتغدى بيها، نشربها في الغدا مش في العشاء.